شفت حد قالك ان الترمس ارخص مصادر للبروتين هو والشوفان؟ ثانية الا ثانية روح قوله انت كذاب، الترمس والشوفان مصادر كربوهيدرات. الشوفان فيه 66 جرام كارب والترمس فيه 40 جرام كارب لكل 100 جرام، ودي كميات كارب كبيرة جدا. فيهم نسبة بروتين، الترمس فيه حوالي 36 جرام بروتين والشوفان فيه حوالي 16 جرام بروتين، ولكن في الاساس هما مصدر كارب صريح. لما نيجي نقول مصدر بروتين يبقى مصدر بروتين وكمية البروتين لكل 100 جرام اكبر وهي اللي طاغية عن الكارب وعن الفات. ده غير ان معظم البروتين النباتي غير مكتمل الاحماض الامينية، ولازم تمكس انواع كتير علشان تكمل الاحماض الامينية اللي في البروتين الحيواني.